كابتن عمرو الحديدي، مساء الفل يا كابتن. مساء الفل يا استاذ محمد، اخبارك ايه يا كابتن؟ تمام يا حبيبي الحمد لله. حلوه الجمله اللي انت قلتها دلوقتي. مواعيد ايه اللي جاي تقول عليه؟ دي اغنيه دي. ما انا تطوير ايه اللي انت جاي تقول لي عليه يا راجل؟ حد يعمل اللي انت بتعمله فيا هنا ليه؟ بص يا استاذ محمد، انت قلت كلمه حلوه قوي، وده طبع النادي الاهلي. النادي الاهلي او كولر بمعنى اصح، ان هو راجل بيشتغل في بدائل طبعا. عنده بدائل. البدائل اللي انت بتقول حضرتك عليها، انا مقتنع جدا ان خالد عبد الفتاح لعيب كويس، بس انا عندي اصابه. عندي لعيب صغير مولود 2003 زي كريم الدبيس، وهو خد رجله في الملعب وخد قبل كده. واما هتيجي تفكر انك انت برضه لازم تبقى عارف انه هيشتغل ازاي، انا متاكد ان الراجل ده هيشتغل بكوكا كريم الدبيس حسين الشحات. عشان امام مش مو امام يعني لسه ممكن ابقى معاه على الدكه. انت بتتكلم دلوقتي على الجبهه الشمال يعني. بالظبط كده، ان انا هيبقى مروان عطيه والو ديانج وكوكا هيسند من نص الملعب مع شحات قدام وينج. حتى لو زاد الو ديانج وكريم باك. لا حتى لو انو ديانج زاد، بس خد بالك هيرمي ميكيسوني على كريم. ما هيرمي ميكيسوني الراجل البرازيلي مدربهم ده، بقول لك ده انا مدرب جامد جدا. هو كويس ان هو بيتكلم بالاسلوب ده، والراجل التاني عقلاني. الراجل لما عمل معاهم محاضرات متواصله او باستمرار، قال لك انا على مدار السنين مع سيمبا التنزاني انا ما شفتش مكاسب ايجابيه من هناك. ازاي خلال الثلاث سنين النادي الاهلي ما بيعملش المكاسب الايجابيه اللي انها تخليني او تعلي كفتي في المباراه بتاعت الذهاب في ملعب سيمبا؟ النادي الاهلي باسلوبه وبخبرات لعيبته وبذكاء ودهاء كولر، لازم اخرج مباراه بصفه ايجابيه في المباراه اللي هناك، ثم مباراه العوده في مصر يوم الثلاث. زي ما حضرتك قلت ان هتلاقي هاني يمكن مصائب قوم من عند قوم من فوائد، طرد هاني خد فيه راحه معينه كويسه، مروان ما شاركش، على حسين الشحات خد مده بسيطه. فانت هتلاقي الشناوي، عبد المنعم، ياسر على يمينه، هاني على شماله، الدبيس، كوكا، مروان عطيه، الو ديانج، بيرستاو، كهربا، حسين الشحات. قوه الضربه، الراجل ده ما عندوش ميزانين يا استاذ محمد. انت من الصحفيين والاعلاميين اللي عندك فلتره للمواقف بذكاء. ان انا اما بفكر ان انا بلعب بقوه الضربه وعندي بدايل، او افرض نجوم النادي الاهلي بره تنزل تغير لي مجريات مباراه. تمام. النادي الاهلي قبل كده ما كانش عنده ده. النادي الاهلي كان محروم من ده. انت دلوقتي بتحتار، وحسين الشحات بيكسر الدنيا، بينزل عبد القادر يعمل لك الفرق من اللي انتهى منه حسين، ويشتغل هو بفكره وبمهارته وبأعلى صيحات التفنيش على المرمى. تمام. حسين الشحات يجيب مدرب برازيلي للحاجات اللي فيها الصندوق ويشتغل على تفنيش الهجمة بإيجابية، شفناها في مباراة الإسماعيلي. راجل اتعمل له ثرو باص، أعلى ثرو باص اتعمل أو أعلى أسيست اتعمل من كوكا، تحرك من لمسة والسندة ثم التوجيه للمرمى في مباراة الإسماعيلي. والجول قبليه ما هو كان هقولها هيجيبه، جت في العرض راحت لبيرسي كده، كان رزق يعني. انت بتشتغل زي ما بيقولوا التمويه الحركي. طب خد بالك انه سيمبا برضه، انت اتكلمت على الاهلي حضرتك، لكن سيمبا على ارضه منافس قوي. اجواء المباراه تغيير. خد بالك، ما انا بقول لك اجواء المباراه 60 من 55 ل 60 الف متفرج، 14 لعيب متغيرين ومجدد بيه فرقه سيمبا بالكامل. تمام. زائد ان انت بتلعب قدام 50 60 الف متفرج، زائد انهم عندهم طموح ان هم يتخطوا النادي الاهلي، ومدربهم بيقول كده، وبيقول ان هو بيلعب قدام الجماهير عادي، وان هو يعني ياما لعب ماتشات قبل كده هو مدرب بالشكل ده، وانه الانجاز الحقيقي ليهم هيبقى انه يتخطى الاهلي، لدرجه ان هو قال الكسبان مننا والاهلي هيلعب الوداد في الفاينل. يعني هو نفسه حتى في تصريح خلاص حتى نفسه حط السيناريو، خلاص هو حط قال لك انا والاهلي اللي يكسب مننا هيلعب الوداد خلاص في الفاينل مننا. بس لازم نبقى مقتنعين يا استاذ محمد بنقطه مهمه جدا. فانا اتفضل. النادي الاهلي الدروس المستفاده اللي مرت عليه مباراه اتحاد العاصمه، لا انا قصدي يا كابتن وما قبلها الموقف اللي حصل من مباراة الوداد هناك، والموقف اللي قبلها اللي حصل في مباراة سان داونز، والموقف اللي قبلها اللي حصل في مباراة الهلال. اعتقد كولر تركيزه وعدم وجود احاديث صحفية حتى للمركز الاعلامي الخاص بالنادي الاهلي من 3 ايام، يبقى انا بركز في حاجة واحدة بس، انا عايز لعيبتي. لا انا قصدي انت وانت في هذه الاجواء تلعب ازاي؟ هل تقفل الملعب؟ يعني انت مثلا قدام اتحاد العاصمة فتحت جه في الجول اتقفل لك الملعب قدامك، كملت الماتش ما عرفتش تجيب التعادل.
لا السيناريو اللي كولر هيبدا بيه فانا قصدي انت في هذه الاجواء هل تفتح الملعب وتلعب لعبك العادي وتهاجم وتحاول تجيب اجوال ولا تلعب في الاول ربع ساعه نص ساعه تقفل لغايه ما تقرا الفرق اللي قدامك؟ برافو عليك تلعب ازاي؟ برافو عليك. كولر بيشتغل على ثلاث محاور اثناء المباراه. اول 12 دقيقه سيناريو، بعد كده فرض سيطره من اداء كولر مع تحليل اداء ال 12 دقيقه لمجريات الملعب واهداف ونقاط القوه والضعف فرقه سيمبا عكس اللي انا شفته في الفيديو، وانا بشتغل بشوفه بيهاجم ازاي وابتدي انقي الثغرات اللي حولها نقاط قوه ليا. بعد ال 25 دقيقه لغايه نهايه المباراه كولر بيغير طريقه اللعب تماما، بيبدا 4 3 3 على الورق، 4 1 4 1 لو هتقابلني بفرود واحد وتعمل كثافه عدديه في نص الملعب بقلب طريقه اللعب ال 2 1 3 4 بهاجمك باربع لعيبه شادو سترايكر، بشتغل بقالو ديانجو، بشتغل ببيرستاو، بشتغل بكهرباء، بشتغل بحسين الشحات. هل ليك توقعات يا كابتن؟ طبعا بيجي من تحتهم الطرفين. هل ليك توقعات بكره؟ التوقعات السليمه للمدير العقلاني اللي بيفكر ان انا كل هجماتي الايجابيه اروح لمرمى سيمبا بايجابيه ومرمايا ما يستقبلش حاجه. ده كلام مدير فني واقعي. ما كسبتش ما خسرش، ده اللغه المصريه بتاعتنا، بس طبيعي الراجل عنده طموح. مش بس لغه مصريه، انت لما يكون عندك اجواء صعبه عالميا التعادل النتيجه ايجابيه او كويسه كده. يعني مش هقول ايجابيه لكن انك ترجع تعوض هنا في القاهره، يعني اهم حاجه ما تجيش في الجول، ما تقابلش حاجه بالظبط كده عشان ما تدخلنيش في توام. هو عندك يعني عمنا مياسر الشناوي بالظبط، ووراهم الشناوي طبعا، وعلى الطرفين قلنا هاني والناحيه الثانيه كريم الدبيس، والثلاثه اللي في نص الملعب معروفين مروان وديانج وكوكا وكوكا، وقدام بيرسي تاو يمين شمال حسين كهربا كهربا فريد. عندك بقى دكه محترمه او بدلاء وفرد بدلاء لعيبه النادي، وحتى صلاح محسن مش جاهز بديل كهربا، ممكن بيرسي تاو يخش مهاجم لو كهربا خرج يلعب رضا سليم، يلعب رضا سليم ناحيته او احمد عبد القادر، ممكن برضه يعمل حاجه ثانيه خالص، يقوم حاطط اثنين ثابتين قدامهم قفشه، يحط لك الو ديانجو ومروان قدامه. لا لا والنبي بلاش، والنبي الحته دي والنبي عشان خاطر اجلها دي اجلها دي خليني هنا اه والنبي خليني هنا، خلي الاوبر بتاعي سهل اه بلاش الشطحه دي بس لاحسن. هو بكره هو انا متوقع اجواء الجمهور بكره، وهم عندهم طموح الحقيقه سيمبا، وفرقه كويسه، وفرقه زي ما انت حضرتك بتقول مغيره لعيبه كتير ومدربهم والكلام ده، فالاجواء مناسبه. وخد بالك انت بتلعب دور 8، يعني لو كسبت هتلاقي نفسك فجأة بقيت سيمي فاينل، فكل دي حاجات برضو بتخلي الناس تطمع. وبرضو الراجل لازم يكون عنده الذكاء الواضح، ان انا كوكا راجع من المنتخب الكبير، قبل ما يسافر كان لاعب مباراه الاسماعيلي ومكسر الدنيا، الجنب الشمال مش غريب عليه، لو مال على الحته اللي في نص الملعب في زياده حته عنتريه بيزيدها الو ديانجو ومروان هو يقفلها لي، يقفل لي الجنب الشمال في الحته الدفاعيه وحسين يعمل لي الحته الهجوميه، خلاص يبقى انا قسمت الملعب الحته الدفاعيه والهجوميه ما بين كريم الدبيس وكوكا، والحته الهجوميه شغال فيها حسين الشحات والو ديانج من وبيرستاو تحت الكهرباء. تمام. خلاص احنا انت حضرتك شايف انه التعادل اقرب في هذه المباراه؟ تعادل اقرب، وتركيز لعيبه النادي الاهلي اكتر من 150%، والكور الثابته هي لغه العصر لعيبه النادي الاهلي. تمام يا كابتن. كابتن عمرو حديد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. الاهلي زي ما انا قلت لكم الخبر ده من فتره ان في تفكير لمضاعفة المكافآت، فعلا الإدارة أخذت قرار إن كل لعيب هياخد 800,000 جنيه، كان 400,000 في البطولات الإفريقية دوري الأبطال، ده دي بس الست ماتشات دول تكسب تاخد اللقب تاخد 800,000 جنيه كل لعيب مكافأة يعني لهذه البطولة اللي هيشارك طبعا في البطولة كلها، وبس بالتدرج يعني وبالتالي ده نوع من الاغراء يعني للاعبين عشان يقدموا كل اللي عندهم. خلوني بقى اطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هيكون معانا كابتن احمد عيد عبد الملك والاستاذ بليغ ابو عيد.